السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أجمل متابعين؟ إن شاء الله رب تكونون بأحسن حال. اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى عندنا قصة جديدة، ولكن لي طلب مرة صغير، أتمنى تحطوا لي لايك واللي ما هو مشترك أو مي مشتركة بالقناة يا ليت يزيدوني شرفا بالانضمام للقناة، أو إذا حابين إنه تراسلوني وتشاركوني قصصكم إن شاء الله بإذن الله ححط لكم رابط السناب شات ورابط التليجرام في أول كومنت مثبت من هذا القصة. نبدأ في القصة وتقول صاحبتها: بما أني اخترت أتكلم عن نفسي، لابد أني أحكي لكم أو أبدأ معكم باللحظات الأولى من حياتنا كعائلة. تزوج أبوي من أمي زواج يعني مرة عادي، ما كان بينهم أي تعارف بين العوائل مسبق. يعني أمي إنسانة مرة ملتزمة، ملتزمة مرة بتشدد، وأبوي عكسها تماما، منفتح لأبعد حد. فأنا كنت البكر وكان بعدي 3 أولاد. أبوي للأسف يعني كان أغلب وقته مع زملاء، يجي البيت وينام، وكان يترك الصلاة وينام عنها، وأغلب وقته يعني كذا طيش ويشيش يدخن في البلكونة. فأمي كانت يعني حازمة وتزعل وتعصب وتدعي عليه، فما تقبلت أي تصرف منه، فتجلس كذا تهجره بالأيام وتنعزل فينا يعني كذا في الملحق، وتترك له يعني الشقة كاملة يعني ظنا منها أنه خلاص كذا راح يتعدل. فأمي كانت صراحة صغيرة من بين 5 أخوات كلهم متزوجات، أبوها وأمها كبار سن يعني ما عندها لا أخوان أولاد ولا شيء، فكانت كذا يعني تجهل كثير كثير من طرق التعامل مع الرجل. فكنت أنا طفلة في 3 ابتدائي، يعني ألزمتني أني ألبس العباية من وأنا 3 ابتدائي، والصلاة يعني ليتها بس تلزمني بالصلاة، لا حتى سنن الرواتب. وأخواني حتى اللي أولى ابتدائي لازم تخليهم يصلون الفجر في المسجد، فكان لها هيبة وكلمة يعني كذا نخاف منها، مرة نخاف منها، بس إنها يعني حنونة وتحبنا وتحب أبوي. لكن ما قدرت يعني تتقبل أي شيء يسويه أبوي، وهو صراحة عنيد لدرجة إنه صار يفرض عليها التناقضات يعني اللي بينهم، ويلزمها يعني إنها تعيش معه بالطريقة اللي هو يبغاها، لين نهار يعني ننام حنا على مشاكل ونصحى على مشاكل وخصام. فكان أبوي يوميا يعني يرد عليها إنها شوفي بنت فلان تجيب جمر الشيشة لين عند أبوها في البلكونة، مو زيك النفسية كذا عاصية ما تتقبلين مني ولا شيء. فكان مرة هم أبوي كله يعني أنها تتقبل وضعه، وهي كانت شديدة يعني كثيرة الدعاء له يعني بس أنها تتحسب عليه. وبس يعني بعد ما صرت أول المتوسط كذا رجعت مرة من المدرسة وأمي ما هي موجودة في البيت، يا الله كانت مصيبة علي. يعني أجري في البيت أجري أناديها يمه يمه وينك بكل صوتي كذا وأبكي، يعني أنا أكبر وحدة وأقرب وحدة لها وأحبها يعني زي روحي. وقتها عرفت يعني أن أبوي وداها عند أمها وأبوها، وبعد شهر كذا تزوج من بنت جيراننا اللي كان يمدحها هذه، رغم أنها ما هي كبيرة يعني في السن، ممكن أنها في الثانوي. بس أبوي ما في صراحة شيء مرغوب يعني، لا جمال ولا مال ولا شيء، ما أدري ليش تزوجته. وفي البداية يعني هي كانت عارفة أن حنا ما رح نتقبلها أبدا، فكانت غريبة الأطوار من أول يوم في زواجها، قامت ترتب وتنظف وتطبخ لنا وأنواع الحب والكلام الحلو، وبدون أدنى شروط يعني كذا رضيت أنها تسكن في غرفة ماما وتنام على سريرها، حتى أنه بعض أغراضها تستخدمها. وفي كل يوم كذا أشوفها والله يعني واقفة على التسريحة وكذا تأخذ من أغراض ماما، كذا قلبي خلاص ينحرق. فأخواني صراحة حبوها وتعلقوا فيها لأنها تدلعهم مرة وتجيب لهم حلويات وتجهزهم للمدرسة، فقدرت يعني تحتويهم كذا بالحضن خصوصا قدام أبوي. للأسف صراحة أن أمي يعني ما كانت تحضننا نهائيا نهائيا، ما تعترف بشيء اسمه حضن، لكن أنا ما ارتحت لها رغم أنها تتقرب مني وتحاول يعني تعرف أسراري كذا، بس أني كنت أطنشها كذا وأقوم عنها وأتركها. فكان شغلي الشاغل دايما وهمي هي أمي، يعني ودي كذا أني أطمن عليها وأعرف أخبارها. صراحة ما أنكر يعني أن حياتنا استقرت وأبوي صار مرة هادي ومطيع، ما عاد يطلع يعني كثير، وأخواني مبسوطين مرة أنه دخل بيتنا تلفزيون وقنوات كثيرة وفلام كرتون. فأنا كنت مرة متضايقة على طول، وأبوي بدأ يركز علي كثير وينتقدني من كثرة التعب النفسي، يعني كذا يأست اني يوم اني اشوف امي فيه. فتغيرت يعني وصرت يعني وقتي صار كله معكوس، واسهر على الافلام والمسلسلات، حتى اني بطلت اذاكر رغم اني يعني كنت متفوقة وحبة حبة كذا. بديت اهمل الصلاة،
ما كنت أبغى أتكلم يعني عن ذا الموضوع، بس والله العظيم إني تركت الصلاة كليا، ولا عمر أبوي أو زوجته يعني كذا قومتنا للصلاة. وفي يوم داومت المدرسة وأخذت الوكيلة كذا وودتني عند المرشدة، فقالت لي وقتها المرشدة أمك ودها تكلمك. يا الله حسيت قلبي رفرف وقتها. قلت أنا أمي؟ قالت إيوه تعالي المكتب عند المديرة، أمك تبغى تكلمك في التليفون حق المدرسة. أخذت السماعة كذا وإلا أسمع أمي، ألو ألو حبيبتي رهوفة وحشتوني يا قلب ماما، والله أني أحبكم يا روح ماما، كيفك كيف أخوانك؟ أنا بدونكم والله أني أموت كل يوم، برفع قضية عشان أخذكم، بس تعرفين ما عندي أخوان وعيال خالاتك مو فاضيين لي. المهم بدأنا كذا نتكلم، بدأت تسأل عن زوجة أبوي. أحس أني جرحتها يعني يوم قلت لها أنها طيبة وتطبخ لنا وتدلع أخواني، وأبوي صاير يعني هادي ويحبها، وأخواني مرة مبسوطين عشان صار عندنا تلفزيون. هنا أنا قلت كلمة تلفزيون، من هنا ارتفع صوت أمي من هنا وقالت يا ويل أخوانك يتفرجون فيه، امنعيهم خليهم يحافظون على صلاة الجماعة. فكانت كل المكالمة كذا تهديد ووعيد، إلي رجعت البيت وكلامها خلاص يرن في إذني، وأفكر وأقول يا ربي لو عرفت أصلا إني أنا ما أصلي وإني صرت أسمع أغاني. المهم جاء اليوم الثاني وكمان كلمتني في المدرسة، وكل كلامها نصايح وتهديد. يعني صح إني أحبها، بس إني ما لي خلق يعني ذي المسؤوليات ولا قوانينها اللي ما مشيت عليها سنوات يعني. فأنا خلاص يعني حبيت الحرية، وكانت مكالماتها يعني هي الشيء الوحيد اللي طلعني من جو الإهمال والحرية. فقررت وقتها يعني أقول لأبوي، أقول لأمي يعني إن أبوي عرف إنها تكلمني، وقرر يفصلني من المدرسة. فانهارت وقتها تبكي وكذا، لكن سبحان الله قلبي كان حجر، كان كل هم يعني أهرب من نصايحها وأوامرها هذه. فطلعت من غرفة المرشدة وقلت لها لو دقت ماما ثاني مرة لا تناديني، ترى أبوي بيفصلني من المدرسة. ومن بعدها خلاص حسيت كذا انه قلبي قوي، ما صارت امي يعني هي نقطة ضعفي ولا صارت نقطة ضعف عندي. وقسيت كذا على نفسي قبل اكسى عليها، تمردت على زوجة ابوي رغم انها صراحة كانت تتقرب مني، لكن يوم ما شافت مني الى العداوة كذا بدأت تشتغل على راس ابوي كذا، فصار يضربني على اي شيء، وهو ما قد يعني مد يدي علي صراحة، بس كيا كانت حية من تحت تبن. كل يوم يعني كانت تبكي انها مظلومة ومسكينة وتدعي علي اني انا ضربتها، فبدأنا انا وياها في حرب ما لها اول ولا لها تاني. وبعد ثالث ثانوي تقدم لي عريس عمره 20 سنة تو متوظف، ولد صديق ابوي، فوافق ابوي على طول ولا استشارني حتى، يعني ما كان حتى اعطاني مجال اني اشوفه نظرة شرعية. وانا الصدق صراحة كنت ابغى افتك يعني من حياتي واعيش حريتي في بيت مستقل كذا. وتم الزواج، كان زواج عائلي مرة بسيط، أمه متوفية، اللي جت وقتها أخته الكبيرة. الصراحة أنا ما ينقصني جمال، الحمد لله كنت جميلة جدا، لكن شخصية متمردة متدمرة على الآخر، متذبذبة مشتتة، ما أعرف الصح من الغلط، ما أصلي. رحت بيته وكانت الصدمة يعني صدمة عمري كلها، طلع فيه بهاق بشكل فظيع، أنا نفرت منه وكرهته من أول لقاء بيني وبينه. لكن الصراحة كان بيتي مرة حلو ومريح، وأنا متى ما أبغى وأصحى متى ما أبغى، وهو كان هادي يعني ما يطلب طلبات كثير، فكنت أنام طول اليوم، يجي وما يعني ما يلاقي حتى غدا أني أسوي له، بمجرد ما كان يزعل أجلس أخاصم وأصيح وأكسر أي شيء كذا قدامي، فيرجع يسكت كذا ويتحملني. حملت وكنت يعني مرة فرحانة، إلا أبي طفل يسليني، فجبت ولد زي القمر، يعني وقتها أدخل السعادة لقلبي. الشيء اللي زاد نفسيتي سوء إني بكرية يعني دخلت على المستشفى ما أعرف ولا أدري وش معنى ولادة، لا أم وقتها ولا أب ولا أخت ولا عم ولا خال ولا حتى صديقة، يعني حتى الممرضات كسرت خواطرهم وقتها. كنت أصيح بهستيرية وتعب، تعب فظيع، وتعثرت ولادتي، ودخل الاستشاري كذا وسوالي تحفيز، جدا تعذبت وتألمت. ويوم خلاص حسيت ان كذا روحي بتطلع وبدأ نبض الجنين كذا يختفي، دخلوني وقتها العمليات. يعني بعد ما تعذبت وجربت كل أنواع المعاناة الطبيعي والخياطة، طبعا كان قيصري يعني. وبعد العملية بيوم جت وحدة كبيرة سن كذا متنومة مع بنتها، ساعدتني الحمد لله وشربت شي حار،
لكني كنت أبكي طول الوقت طول الوقت كذا، مصدومة وحزينة وكذا، تحس أحس بوحشة، يعني أحتاج حضن أحتاج رعاية وقتها. فزوجي كان مرة ينهبل على ولدي ومتعلق فيه، لكنه عصبي يعني وكان حاد معاي، وأنا صدق يعني ما كنت أحب زوجي كثير. البواق اللي فيه مزعجني، يعني منكد علي، حتى إن يعني وصل ولدي 6 أشهر وصار معاي اكتئاب حاد جدا من الوحدة والعزلة كذا، ومن بعد الولادة، وكمان يعني بعدي عن الله سبحانه وتعالى، ما كنت حتى أفكر إني أصلي ولا أصحى للصلاة، فكنت أضرب ولدي كذا بدون أي شعور. جاء زوجي مرة وأنا كذا أعطيه كف، وبكى بكى بكى إلين تغير لونه، كان الكف مرة قوي كذا وعلى غفلة، وولدي توه يعني واصل 7 أشهر. ضايقني يعني عي ينام. هنا زوجي جن جنون وضربني ضربني، وأنا انفجرت فيه، خلاص يا مبقع يا حمار وحشي يا مقزز، شوف شكل جلدك مقرف، ولا أحبك، أنا أكرهك وأتمنى أني أتزوج غيرك. فعصب علي زيادة وراح يجيب عصا أو سلك، يعني كذا يبغى يضربني بزيادة. وقتها رحت أجري أجري للباب وهربت من البيت وتركت ولدي، يعني صرت أجري كذا زي المجنونة بين البيوت، أدق أدق أي باب ألقاه أدق، وتلفت وراي كذا أخاف إني يلحقني. فدقيت على بيت أسمع فيه أصوات حريم وأطفال، فتحت لي وحدة ودخلت، وخلاص أنا طايحة على ركبي، كلهم وقتهم يعني وقتها خافوا مني، كان ممكن 3 حريم وبناتهم متجمعين في حوش. فحكيت لهم قصتي، رحموني وقتها وأعطوني موية وعباية وكذا، بس قالوا لي معلش ما نقدر مرة نخليك. فبلغوا الشرطة وجت أخذتني وعلمتهم يعني باسمي ورقم زوجي، وكلموه مرة رفض إنه يجي إلا وأبوي معاه، وجاء معاه ومعاه أبوي. يوم شفت أبوي أنا خلاص قلبي أحس بيتوقف من كثر الرعب والخوف، بمجرد يعني إني ما شفت يعني زوجي، قلت للشرطي خلاص أنا ندمانة وأنا غلطت عليه، خلاص الله يوفقكم أصلحوا بيننا، والله أني بروح معاه عندي ولد ومدري إيش. أهم شيء يعني كان وقتها أني ما أبغى أرجع مع أبوي. فقال أبوي زين الحمد لله يعني أقدر أروح الحين؟ قال زوجي لا انتظر، أنت متنازلة؟ قلت أنا إيه، وقفل وقتها الشرطي الملف وبصمت يعني على أكفال البلاغ، وخلاص انتهينا يعني. قال زوجي بصراحة أنا مرة ما عندي استعداد إني أتحملها، أنتي طالق ولو لك شي عندي تعالي خذيه، الولد ذا ولدي، وعندي مقاطع مرة تثبت إنك تضربينه وهو حتى ما وصل سنة، ولا تصلحين أصلا إنك تكونين أم. فقررت وقتها خلاص كذا أبنتحر بأي طريقة، أهم شيء ما أرجع عند زوجة أبوي، وقلبي كذا منفطر على ولدي. حسيت بضعف وانكسار، عجزت أني أمشي. وقتها ساندني أبوي ورماني في المرتبة الثانية من سيارته، كان طول الوقت يتحسب علي ويدعي. وقتها ما أدري أنا نمت ولا أغمى علي، ما حسيت مسافة الطريق، ما صحيت إلا أبوي يعني وصل البيت. فدخلت غرفتي لقيتها أصلا صارت غرفة عيال أبوي من زوجته الثانية، فرحت غرفة الضيوف وحطيت يعني فيها فراش لي، وبعد 3 أيام وصلني عفشي كامل، وأنا والله ما أدري ولدي حتى وينه. دخلت وقتها في نوبة بكاء، كل ليلة أبكي أبكي أبكي، نحفت صاقت شعري، ما عاد أهتم بأي شيء في الحياة، أحس الحياة أصلا ما كان لها طعم، ما يهمني في هذه الدنيا أي شيء. رجعت بعد شهرين كذا في إجراءات الضمان وكذا، رحت أراجعهم يعني، وأنا من النوع اللي شخصيتي صراحة ضعيفة، أي شيء أتأثر فيه. فدخلت وقتها استراحة النساء أنتظر يعني عشان ينادون اسمي بالدور، إلا لقيت 2 يعني بنات مطلقات زيي، واحدة منهم قاعدة تقول للثانية يعني الله لا يرد الرجال، الحمد لله على الحرية، الآن ما أحد له كلمة علي، أطلع أتمشى أكشف وجهي فلوسي في جيبي، يعني ما لحد دخل. قامت الثانية قالت لا أي والله صدقت، يعني لازم نشق طريقنا بنفسنا ونبدأ من جديد، نعيش وندور وظائف وكذا، وننسى يعني الزواج، حتى أهلك أصلا ما لهم حق يتحكمون فيك. والحمد لله يعني كذا ما عندي أي أطفال يعني، فأقدر إني أستمتع بحياتي بدون أي مسؤولية، يدوب إني نفسي يعني. فحسيت وقتها يعني كلامهم كذا دخل مخي من أوسع أبوابه، بديت انجذب لهم. رجعت البيت وجلست أفكر، كل يوم أفكر يا ربي كيف أكمل كذا حياتي بدون حزن. أول شهر نزل لي الضمان،
ومع سلسال ذهب كان عندي رحت اشتريت جوال، فكان وقتها يعني تو نازل، جبت لي عباية جديدة، وأول خطوة سويتها إني رميت نقابي وبلغت أبوي إن ما حد له دخل فيني، يعني كذا أنا أبغى أعيش بالطريقة اللي تناسبني. فأبوي مو مهتم، قال لي في حريقة، أهم شي تفكينا من شرك. تغير أبوي يعني، حتى هو زوج يعني زوجته صاروا مرة ضعاف إن يتجنبوني، يعني يخافون من المشاكل. فأبوي بنالي يعني غرفة كذا فوق السطح مستقلة عنهم، وأنا ارتحت صراحة، أطلع متى ما أبغى وأدور وظيفة وأحاول إني أسلي نفسي وأنجح يعني وأكسر حاجز الخوف والمعاناة ذي اللي أنا فيها. ومن بعدها صرت أطلع وأروح وأجي، لكن كنت يعني أطمح للوظيفة، فكان طلعاتي كلها إني أدور على وظيفة. كان همي في هذه الحياة إني أنسى ولدي اللي ما له أي علاقة فيني أبدا ولا لي أي علاقة فيه إلا أني ولدته. يعني في يوم في رمضان كذا كنت طالع بعد صلاة المغرب أبغى السوق، وطبعا لازم أمشي لين آخر الحي وبعدها أدور لي لوموزين عشان أطلع للمول. ووصلت آخر الحي وقت صلاة العشاء كان، وما حصلت لوموزين. المهم دخلت جامع كبير، قلت يلا أنتظر فيه لين تنتهي الصلاة. قبل الإقامة كذا مسك الإمام الميكروفون واشتكى يعني من عدم النظافة في قسم الحريم، وطلب يعني من الكل أنه لازم تواظبون على نظافة المسجد وكذا، وقال نحتاج موظف أو موظفة تنظف قسم النساء كل يوم، وقال رقم جوال وعادوا مرتين. وأنا لقط الرقم كذا بسرعة واتصل عليه واتفق معاه على راتب 1500، بحيث أني أجي يعني كنت قبل الصلاة وأنظف الدرج وأكنس المسجد وأبخره، طبعا بس مسجد النساء. استمرت في هذه الوظيفة يمكن شهر رمضان كامل، فما كنت أتعب، وكنت وقتها يعني راتب مع ضمان، يا الله كنت أحلم أني أكون من الأثرياء. المهم كان المسجد يعني كان له حلقات تابعة له، لا ملاصقة في المسجد. وبعد ما انتهى رمضان يعني وما في صلاة، قالوا خلاص انتهى الموسم وانت اخذتي حقوقك وكذا، يلا مع السلامة. فانا مرة حزنت مرة، طلبت الشيخ وقتها وترجيت وقلت اني ابي وظيفة انا محتاجة وكذا. عاد وقتها رحمني، قال طيب بكلم زوجتي واعلمك لو كان يعني يحتاجون عندهم عاملات. فاشتغلت بعدها يعني كذا صباحي في دار تحفيظ زي المراسلة يعني، والمساء كان في دورة صيفية شهر 10 كذا تختص بشروحات عقيدة وفقه، تكون يعني في مسجد النساء، وأنا كنت المسؤولة أني أقفل المسجد. فكنت أنتظر العصرية كاملة لين ينتهي الدرس، وبعدها أشيك على الشغل وأرجع بيتنا. الغريب في الموضوع أنه وقت الدرس أطلع أجلس في الدرج، ما أفكر يعني أني أدخل حلقة الذكر دي. فتمر علي واحدة كل يوم وهي طالعة الدرس، كذا أحس أن نظراتها يعني فيها زعل. في الآخر كذا تكلمت قالت أنت ليش ما تدخلين معانا الدرس؟ قلت أنا؟ قالت إيه، وقلت أنا هنا موظفة يعني. قالت ليه الموظفة يعني ما تحتاج رحمة الله؟ ما تحتاج تكون يعني في رحمة الله لتكون في مجالس الذكر؟ فأنا سكت يعني وقتها من الصدمة. فجرتني معاها للمسجد وكانت دايما تحرجني، كل ما صرفتها تحلف علي اللي ما تدخل الدرس إلا فيني، كأن الله سبحانه وتعالى مرسلها علي سبحان الله. استمريت أسبوع حس أن يعني خاطري كذا انشرح، ويوم كنت أتذكر أخطائي أدخل دوامة حزن وألم فظيع، كل الآيات علي جديدة، كل الأحاديث يعني هي أحسها كذا يعني لي أنا. فكان يعني أقعد أبكي أبكي، وبدأت يعني كذا أراجع نفسي. ومن ثاني أسبوع كذا رحت رجعت لبست النقاب، وبعد ما انتهت الدورة دخلت معهم جروب وكملت يعني كذا مراسلة في الحلقات، وتعدلت شوي مع أبوي وزوجته. وبعدها صرت أزور أمي يعني أنا وأخواني، لكنها كانت رسمية معانا، كانت خايفة يعني عما تأثرون علينا وتخرب علاقتنا يعني مع الطرفين. فأبوي طبعا ما عرف أننا نتواصل مع أمي، سبحان الله يعني طلعت معانا في آخر الحي متزوجة وعندها عيال. فكنت أزورها وأشوف كيف تعاملها مع أطفالها، يا الله كانت تعاملهم في هدوء في تفاهم في دعوات طيبة عندها. فكان لها ولد مراهق قاس شعره كذا ولابس شورت، فكنت أتبسم يعني وسألتها أنت ليش مو شديدة عليه يعني زي أنا وأخواني زمان؟ فنزلت عينها كذا بحزن وقالت يعني كنت صغيرة ومتشددة وما عرفت ربيكم ولا عرفت أني حافظ على أبوك، رغم أنه ما كان يعني كويس، بس أني لو أني كنت صبورة ممكن كان تعدل.
فقلت وثمرة شتاتكم هذه وشدتك، حتى أنا والله يوم أني خسرت طفلي وزوجي بسبب أني أبغى أتمرد وأعيش حياتي الحرية سواء غلط ولا صح، لكن الحمد لله نصيب وانتهى، الله يعوضني خير. فكلمتني وقتها زوجتي الإمام، قالت عندنا بيت صغير للمؤذن ما يبغاه، وهو سكن تابع للمسجد، إذا تبغينه بحكم إنك سنوات يعني وإنتي معانا وملتزمة بتنظيف المسجد والحلقات، ومنها أصلا تكونين قريبة منه بحكم إن بيتك يعني بعيد. فوقتها مرة فرحت، أنا عايشة يعني في غرفة خرابة وقديمة ونفسي أبعد يعني عن زوجتي أبوي. دقت علي ورحنا شفناه، وكان زي الحلم يجنن، شرحه كله أبيض وأرضية وجدران وإضاءات، وفي غرف نوم وغرفة أطفال ومطبخ وصالة مرة حلوة للاستقبال يعني حقة الضيوف، وكان في مجلس يعني مستقل، يعني شيء خرافي. في عيوني كذا شرقت دموع، مدري هي دموع الفرح ولا شكر لله، كان يعني صراحة أثاثه مرة ناعم، كل شيء فيه، كل شيء موجود فيه مأثث بكامل الأثاث. بس رحت أخذت ملابسي ورحت، فصاروا أخواني يعني يجوني زيارات، حياتي صارت أحسن الحمد لله، تغيرت نظرتي للحياة وعقلت، وأروح لأبوي أزوره ما أحط راسي يعني على المخدة إلا أني أتذكر ولدي، من ناحية ودي أني أشوفه وأضمه، لكن كذا كان يجيني خوف أني أنا ماني أم كفو، وممكن أني أدخل في مشاكل جديدة لو طلبت أني أخذ حضانته. وكل ما جاء في بالي أدعي الله في الخيرة من الأمر، ولا عمري عد علي يوم إلا أدعي له وأدعي ربي إن كان خير شوفته يجمعني فيه. وبعد 6 سنوات بالضبط جاني اتصال من رقم غريب، رديت إلا طلع زوجي الأول، قال ودي أشوفك، متى الوقت المناسب لك نتقابل؟ طبعا أنا وقتها رفضت وقفلت الخط على طول. جلس ممكن أسبوع كذا يراسلني يقول والله ما أبغى أعطيك إلا ولدك. أختي الكبيرة يعني اللي كانت ترعاه مرضت وعندها مراجعات في المستشفى في الرياض، تسافر بالأسابيع وبناتها يعني كده مشغولين في حياتهم، وأنا والله دوامي شفتين يعني ولدك بيدخل المدرسة هذه السنة ويحتاجك يعني يحتاجك تكونين معاه. طبعا على طول وافقت وطلبت إن نتقابل في مول. المهم أنا سبقتهم للمول وانتظرتهم، يا الله كيف كان قلبي يدق يدق، ما أعرف يعني إيش بيصير لو شفته. دخل وكان واقف كذا يدور ويدق على جوالي عشان يحدد يعني مكاني، فاخترت اني ما ارد يعني جلست اتامل طفلي، يا الله كيف كان جميل، كان شعره طويل ولابس شنطة الظهر يا حلوة. وبعد كذا ما مليت عيني منه خلاص رديت انا على جوالي، وكان فيني من الخوف ما اقدر اوصفه لكم، قلت يا ربي الولد اكيد بيخاف مني ولا يرفض اني يروح معاي، يعني بيتعب نفسيا. لكن بمجرد يعني ما شافوني جالسة نزل أبوه كذا المستوى إذن ولدي وأشر له، قال شوف هذه ماما، والتفت كذا ولا ألاقي ولدي جاي جري جري يحضني بحب، وقال يا ماما ليش كنت مسافرة، أنا يوم كنت أشوفك في الصور كل يوم أكلمك ما تردين علي، يوم أشوف صورتك وبابا كل يوم يقول إنك بتجين وما جيتي. وقتها كذا حسيت خلاص قلبي ارتوى، وضميت وكذا حس قلبي اطمأن وجلس كده في حضني، وكأن الله يقول يعني استجبت دعائك في الوقت المناسب. فقال لي أبوه يعني طوال فترة غيابك هذه كنت أقول له ترى أن ماما مسافرة، لأنه يعني كان عنده أختي فكانت تقول له كذا، لأنه عارف أنها يعني عمته ما هي أمه، وهي اللي قالت لي يعني لازم نقول له كذا حرام نحرم من أمه. فقال لي أنا زواج الأسبوع الجاي، ممكن أتأخر عليكم وأزور الولد كذا بعد شهر، وهذا 1000 ريال، والشهر الجاي إن شاء الله برسل له كذا مصروفة. أخذت ولدي ورحنا نشتري آيس كريم، يا الله كأنه حلم. ورجعنا البيت يعني كان له غرفة أطفال جهزتها له، كان يعني هو كان طفل مرح كلامه مرة حلو، يعني واضح أنه متربي مع كبار. سجلته في المدرسة وجلست أسبوع ماني قادرة أستوعب يعني وجوده عندي، أنام وأصحى كذا أنا فرحانة. وديت وقتها عند أمي وأخواني شافوه عند أبوي، فمر الشهر الأول وجاء أبوه أخذه كذا في العصرية، حزنت يعني تذكرت يعني أنه متزوج وخفت يروح يعني فيه عند زوجته، فدقيت عليه يعني وقتها وسألته بالله أنه ما يروح فيه عندها، وجاء ولدي مبسوط وجاب له كل الأغراض حقت المدرسة، وكنت كذا أناظره من الشباك وهي نزل ولدي،
يا الله، كأن الله ما خلق إنسان على الأرض هذه بجماله. والله العظيم كل بقعة برص فيه أحس إنها كذا زادته جمال، صرت مشغولة أفكر فيه ليل نهار. لكن يعني انكسر يوم أتذكر قسم الشرطة هذا والضرب، وإنه كان يعني كنت أضربه وأتلفظ عليه وإنه متزوج. أحس يعني الموضوع مرة غلط، فالشيطان سبحان الله قاعد يزينه في عيني عشان يعني حرام عليه. فكذا تشتتت أفكاري سنوات، يعني أنا كنت مرتاحة والآن يا الله صرت أحب. وش السالفة كذا؟ وش هذه السالفة اللي جتني من تحت الأرض؟ تخيلوا في الواتس صرت أراسله، يعني بس عشان أي شيء أجيب أي سالفة بس عشان أرسله. وبدأت الدراسة يعني زي كذا، وصرت أقول له يعني لازم تجي وتطلع الولد كل ويكند، وأهم شيء عندي يعني أني أشوفه. كان أهم شيء يعني أنا أشوفه، كان ضميري شغال وأحتقر نفسي يعني وأتوب كذا وأندم، يعني شعور مخربط. استمريت على هذا التعب النفسي وتشتت الفكر سنة كاملة، أهملت حفظي، أهملت شغلي، يعني صرت أحبه من كل قلبي، لكن كل الظروف كانت ضدي. أولها هو ما في حياتي يعني فكر خلال هذه السنة يقول لي كلمة حلوة ولو تلميحة أفهم أنه يحن لي. في يوم كذا حسيت انه قلبي خلاص بيتوقف من الشوق، ما احد بيفهمني الا اللي مجرب هذا الاحساس. فراسلته قلت له ايش رايك نتزوج؟ والله اني احبك ودي اني ارتاح يعني من هذا الالم حتى لو تطلقنا. عادي، اهم شيء اقتنع انه فعلا حنا ما ننفع لبعض. فقال لي وقتها معلش والله ما اقدر، انتي طيبة كذا لكن زوجتي بتزعل. تتخيلون قعدت 6 اشهر احاول فيه انه نتزوج. فقال لي خلاص وقتها بس بشرط انه ما حد يدري، ومهرك 5000 ريال ما عندي غيرها. ووافقت انا على طول على طول، فوق يعني ان دخلي يدوب يكفيني، يعني ما راح اصرف لك ولا ريال، يعني اشتري فقط احتياجات ولدي. فقلت انا وقتها خلاص تم. صح يعني بعضكم بيقول إهانة وكذا، بس خلاص وقتها أنا فقدت السيطرة على مشاعري، تزوجت وكنت أسعد إنسانة في الدنيا وقتها. جاب عفشه معاي يعني وسكن معاي في نفس البيت، وكنت كل يوم أطبخ له طبخة جديدة، وأنا الحمد لله ربي منعم علي بالجمال. يعني سبحان الله لميت عيلتي هذه اللي فرقتها السنين، ورجعت زي ما أنا. بس اللي مستغربته إنه ما عاد يعني يرجع لزوجته الجديدة، كل يوم يعدي كذا اللي يدق جواله ولا يروح لها. فأقول في نفسي ربي أكيد إنه بيتركها عشاني، يا رب إني ينساها. يعني في حياتي كلها ما جبت طاريها، أخاف يعني إني أذكره حتى فيها. يعني 2 شهر وهو يقول لي ماخذ إجازة، وفي يوم كذا اختفى، غاب تقريبا 4 أيام، وجاء بعدها مبسوط ومعاه فلوس وهدية لي. فأنا كنت وقتها خلاص بذبحه، يعني أيام كذا وأنا في غيرة أتخيله مع زوجته. وأول ما وصل كذا وأنا أستقبله بالدموع والبكي، يعني كنت مرة منهارة، وأنا برضو كنت أتوحم، وكانت نفسيتي يعني زفت. جست أخاصم وقتها أني يعني أنا عارفة يعني أنه عند زوجته وتركني وكذا. قلت كيف تتركني وأنا محتاجة لك؟ كيف يعني أنا صبرت عشانك وتزوجتك بدون شروط؟ كنت أبغى يعني بس أنه يعدل بيننا أو أنه يعني يطلقني، لأني مرة ما كنت أتحمل أني أشوفه مع أحد غيري. فكانت ردة فعله مرة غريبة كذا، بارد ويتبسم ويقول لي ريحي ريحي حبي لا تتعبي نفسك. فكان كلامه يوترني بزيادة، قال لي أقول لك استهدي بالله كذا وتعالي خلينا نتعشى ونشوف هديتك وخلي الولد ينام، والله أني أفهم كل شيء. وقتها خلاص تمالكت كذا أعصابي وتعودت من إبليس، ورحت نيمت الولد. فقال لي استعدي لأي كلام أنا أقوله. أنت مستغربت أصلا أني تواصلت معك بعد 6 سنوات طلاق؟ أنا بنت الناس فصلوني من وظيفتي وصرت على باب الله كذا كداد، أروح مشاوير أسبوع مكة جدة الرياض، تصرفني أنا وولدي كذا شهر. لكن تغير الحال يوم أن أختي قالت خذ ولدك كيف أسافر فيه. فعشان كذا يعني كلمتك وقلت يعني ما مثل أمه، رغم أني والله العظيم أني أخاف عليه منك، يعني خبري فيك زمان وأنت مجنونة. فالسنة اللي راحت يعني كلها كنت أكد وأجي أخذه وأرسل لك مصروفه، أنا كنت ساكن وقتها في غرفة عزاب.
أما من ناحية يعني زوجتي، والله العظيم إني ما عرفت غيرك في هذه الحياة، ولا أني متزوج، بس حبيت يعني إني أكذب عليك، خفت إنك ترفضين الولد يعني لو عرفتي إني ماني متزوج ولا عندي وظيفة، فكنت أخاف بس من ردة فعل يعني لك تكونين يعني كذا قاسية وترمين الولد في وجهي، فقلت أسوي نفسي بطران ومتزوج طبعا، وكنت تخافين يعني إن ولدك يعيش مع زوجة أب. والحمد لله ضبطت الخطة حقتي وحسيت إني مرغوب ومحبوب ولي حياة، ويكفي إنك تعلقتي فيني، لا وتشرطت عليك بعد وتزوجتك بشروط، والله العظيم من 5000 حقتك حقة المهر إنها سلف، ومع كل شهر يعني أسدد 1000، لكن رحت كديت هذا الأسبوع وطلعت ب4000، قلت ناوي أدلعك شوي لأنك أكرمتيني يعني وقبلتي فيني بكل شيء، وعشانك حامل، فقلت أكيد يعني تحتاجين تغيير جو. يا الله، هو يتكلم من هنا وأنا خلاص زي المجنونة كذا، مصدومة بشكل ما تتوقعونه، حسيت إنه كذاب يعني. قلت تعرف يعني إيش أسوي فيك لو طلعت يعني كذا كذاب؟ يعني أنت ما أنت متزوج، ما عندك زوجة، طول السنة يعني اللي راحت وبعد يعني رجعتي لك يعني أكلتني الغيرة، بتجنن من كثر ما أنا غيورة. قال بالله أنت من جدك يعني من يبغاني؟ أنت زي ما قلتي لي مبقع كلك ألوان. قلت والله والله إن أجمل ما فيك هذا البهاق، أموت فيك، وأدري يعني ما زدت فاكر يعني جرحي لك، بس والله سبحان الله ربي نصرك. صدق يعني أكثر شيء مغرمة فيه هو هذا البهاق، يعني حبيت المرض والله العظيم من حبي لك، وجيت غصب عني يعني أنا خطبتك وتنازلت عن شروطي كلها، وقلت لا تشيل يعني هم الرزق، وبتتوظف إن شاء الله وبنعيش أحلى عيشة، وعدت ذيك الليلة الحمد لله، واليوم الثاني وأنا أشكر الله على هذه المفاجآت الحلوة، الحمد لله أن ولدي في أحضاني وزوجي رجع لي وتحسنت علاقتي في أمي وأبوي، يا رب لك الحمد، هذه كلها تساوي الدنيا وما فيها. أخيرا بس رسالتي لكل أم، إياك والتشدد على أبنائك، حتكون النتيجة سلبية، يعني أنا أعترف لو أني وجدت يعني رفيقات سوء وقتها يجروني للفساد والله كنت مستعدة يعني لذلك، ولكن رحمة الله ولطفه فيني إن حماني من كل سوء وقتها من كثر ضرب أمي لي إذا تركت السنن الرواتب، وأنا كنت في الابتدائي يعني صرت حتى أني أتكاسل على الصلاة ولا أصليها نهائيا، فالحمد لله الذي ردني إليه ردا جميلا ورحم ضعفي وشتات أمري، أنا الآن أم ل4 أطفال، وزوجي يا رب لك الحمد رجع وظيفته، وأنا على وشك يعني ختم القرآن الكريم كاملا حفظا، دعواتكم لأبوي لأن عنده تليف كبدي وله 2 شهر في العناية المركزة. وانتهت قصتنا اليوم، إن شاء الله بإذن الله أشوفكم في قصة جديدة وفيديو جديد، أنا وأنتم بخير دائما إن شاء الله، إلى ذلك الوقت استودعكم الله.